يا لك مدير انا علي عمر بيت من الزيرو يا مار او تيم الكلان خليك مكانك خليك. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرفكم كيف وقدها بنقدر نجيب اول 100,000 لايك بس اصدقائي. بتمنى من كل اسطوره قاعد بشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، يفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا كل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي اليوم كمان بث مباشر اسطوري، راح نوزع اكواد بشكل خرافي على البث المباشر على النونو لايف، فبتمنى كلكم تيجوا تحضروا البث. راح يكون رومات وفعاليات المتابعين، المهم راح احكي لكم عن هذا الموضوع نهايه الفيديو. اصدقائي خلونا نركز بموضوع اليوم واللي هو فيديو اليوم وشو راح يكون فيديو اليوم. فيديو اليوم اصدقائي راح يكون على سكن سكار جديد، سكار القرش. مثل ما انتم شايفين نزل سكن جديد لسكار، هذا السكن عن جد راح يقضي على مسيره سكار التيتان. اوكي، فهون مثل ما انتم شايفين خاصيه هذا السكار، طبعا هو ليفل 7 اخر ليفل، في عندنا دمج واحد زايد، في عندنا ريت اوف فاير 2 زايد، وفي عندنا اعاده تعبئه المخزن واحد ناقص. اما على ليفل 1 طبعا هيك بيكون شكله على ليفل 1، يعني ما فيه هذيك التاثيرات الاسطوريه وهذا، وحتى خاصيته بتكون اقل من ليفل 7. طيب في عندنا دمج واحد زايد، في عندنا ريت اوف فاير واحد زايد، وفي عندنا اعاده تعبئه المخزن 2 ناقص يا اصدقائي. طيب فهذا السلاح طبعا هيك على ليفل 7 بتقدر تطور هذا السلاح. بهذا الفيديو ان شاء الله راح نحرق ابو هاي الماكينه ونجيب هذا السلاح ونطوره ونجربه وكل شيء. خلونا اول شيء نقول بسم الله ونشوف في عندنا لوت بوكس كمان. طيب راح نحرق ابو الماكينه، بس حاب احكي لكم شغله عن هذا السكار يا اصدقائي. طبعا هذا السكار رحنا مكان غلط هون يا اصدقائي. طبعا هذا السكار هو تقريبا مثل الاي كي، طبعا حكيت لكم انه ليفل 7 هيك خاصيته ليفل 1. هذا السكار هو مثل الاي كي اصدقائي، عشان اشرح لكم هذا الشيء من البدايه. بتقدر تطوره، لما تطوره بتقدر تحصل على رقصه، بتقدر تحصل على اشياء اسطوريه، بتتغير خاصيته بتغير شكله مثل هذا الاي كي. انتم بتعرفوا هذا الاي كي كيف كان. هذا هو سكار، في عندنا كمان فيديو للعرض تبعه وهو مسمينه سكار القرش. مثل ما انتم شايفين حتى الفيديو العرض تبعه بحطوا قرش. طبعا في اشياء فعلا اسطوريه عن جد. هذا السكن راح يقضي على مسيره سكار التيتان. ليش راح يقضي على مسيره سكار التيتان؟ راح تشوفوا هذا الشيء بهذا الفيديو بعد ما نجربه ونطوره ونعمل كل شيء. طبعا حاليا ما عندنا غير 11 جوهره، فخلونا نروح نشحن جوهر. هاي 5000 جوهره يا اصدقائي، وهيك شحننا ال 5000 جوهره مثل ما انتم شايفين. اوكي راح نرجع نشحن كمان مره ثانيه 5000 جوهره، راح يصير عندنا 11000 جوهره وشوي تقريبا. خلونا نشوف 11000 جوهره و200. طيب اتوقع هدول راح يكونوا كافيين مبدئيا. خلونا نشيل الاي كي، ما بدي الاي كي وبكجات الام بي 40، ونقول ليتس جو يا اصدقائي ونشيلهم هدول الاثنين، ونبدا الان اول سبن يا اصدقائي. نقول يا رب تطلع لنا هدول كمان، يلا راح نجيبهم كلهم، راح نجيب كل شيء بالماكينه ان شاء الله اصدقائي. فطيب خلونا نتوكل على الله، وتسعه جواهر باول سبن ونقول يا رب. اوكي راح توقف، لا اعطونا اللوت بوكس. والله اللوت بوكس يا اصدقائي، والله نايس عن جد. اعطونا اللوت بوكس من اول سبن، تسعة جواهر يا اصدقائي حصلنا على هذا اللوت بوكس، بيشبه القرش هو كمان هذا اللوت بوكس شكليا، فعلا شيء اسطوري. طيب خلونا ناخذ السبن اللي بعده ب 29 جوهره ونقول يا رب شو راح نحصل بهدول ال 29 جوهره بشكل قطه. لا اعطونا البكجات تبع هذا الارنب. طيب مو مشكله كمان مره ثانيه ب 59. على فكره في ناس كثير حصلت على سكار من اول سبن، كثير ناس حصلت على سكار من اول سبن ومن ثاني سبن، يعني ب 30 جوهره وب 9 جواهر حصلوا على هذا السكار، صراحه شيء فعلا اسطوري. فاللي عنده شويه جواهر مجمعهم من الشجر وما يعني ما بيشحن فبيقدر يجرب، يعني عن جد في كثير ناس حصلوا عليه من اول سبن. طيب نشوف اللي بعده يا اصدقائي شو راح يعطونا بطاقات الدايموند رويال، وكالعاده يا اصدقائي اكيد راح يتركوا لنا سكار لاخر شيء. طيب راح يعطونا لوحه تزلج، اعطونا لوحه تزلج مثل ما انتم شايفين. والان باقي عندنا فقط يا اصدقائي سكار التيتان، راح ندفع 499 جوهره وراح نحصل على سكار التيتان بكل بساطه، مش بكل بساطه بعد عناء طويل. طيب بس على فكره اسعار هذه الماكينه كانت مش مثل اسعار الماكينات الثانيه، يعني حسيت انه اخر سبن ب 500 جوهره، بالعاده اخر سبن بيكون ب 1200 جوهره تقريبا، صح او لا؟ والله ما بعرف. طيب اصدقائي بالنسبه للاحداث اللي بتكون تشبه الماكينه، الان خلونا نروح لعند السلاح، راح اشرح لكم على السلاح. اوكي في عندنا الان هو سلاح ليفل 1، مثل ما بتشوفوا الخاصيه تبعه هي الدمج 1 زايد، السرعه 1 زايد، اعاده تعبئه المخزن 2 ناقص. في عندنا كمان خاصيه ثانيه واللي هي اكسترا دمج، انه بتكسر الدرع والخوذه بسرعه، طبعا هاي بتفتح على ليفل 6 ان شاء الله، راح نفتحها على ليفل 6 كمان بعد شوي مع بعض ونشوف كيف راح تصير هاي الخاصيه الاسطوريه. فعندنا حاليا هو ليفل 1 هذا السلاح. طيب
هيك الشكل مثل ما انتم شايفين ما فيه اي تأثير او شيء. لو رحنا للخيار الثاني راح يعطينا كمان نفس الشيء, يعني ما تغير شيء, نفس الخاصية هذا ليفل واحد. طيب خلونا نروح للليفل 2 نشوف كيف بيتغير بالليفل 2, بصير يطلع لنا شريط. طبعا لما تجي لتحدى راح يطلع لك شريط خاص بسكار القرش انك انت قتلت شخص. نروح للخيار اللي بعده عندنا هون, طبعا كانت اعادة تعبئة المخزن اذا حطوا 2 ناقص والان اصبحت 1 ناقص فقط, غيرت شوي بالخاصية. الليفل 3 اصدقائي, طيب عندنا على ليفل 3 السلاح فقط بتغير شكليا, يعني ما في اي تغيير تاني, فقط نيو لوك بالشكل بس بتغير بتطور شوية. الليفل 4 عندنا, بالليفل 4 بتصير لما تضرب طلق على الحيط او هيك بصير الطلق يطلع مثل اسنان القرش. والله شيء رهيب عن جد, شيء فعلا اسطوري, عجبني هذا التأثير. نشوف الخيار اللي بعده شو بيعطونا بالخيار. اوه الخيار اللي بعده بيعطونا 2 زايد بالريت اوف فاير, يعني كانت 1 زايد سرعة الطلق صارت 2 زايد, صارت خاصيته مثل خاصية سكار تيتان. ليفل 5 نشوف بالليفل 5 لما بتصير تضرب بصير يطلع تأثير يعني هيك احمر من السلاح, شيء رهيب. وكمان الخيار اللي بعده لما بتقتل حدا بصير تطلع روحه هيك مثل قرش حمراء بتأثير فعلا اسطوري بيكون بالجيم. هذا الشيء كله راح نجربه مع بعض. ليفل 6, طيب الليفل 6 كمان عندنا شكل جديد, الشكل تطور اكثر, صار شكل السكن اسطوري اكثر. نشوف الخيار اللي بعده, الخيار اللي بعده فتحنا الاكسترا دامج. طيب الاكسترا دامج هي نفسها اللي حكينا عليها قبل شوي, واللي هي انه يعني اكسترا دامج للدرع وللخودة, يعني بصير يطير الخودة اسرع او يطير الدرع بشكل اسرع يعني, فهذا الشيء فعلا اسطوري. نشوف الليفل 7 والليفل الاخير كيف راح يصير السكن. او ماي جاد يا اصدقائي, شوفوا شكل السكن كيف صار. طبعا يمكن ما لاحظتوا فرق كبير, ولكن اذا بتلاحظوا بالليفل 6 وبالليفل 7 هون صار في عنا تأثيرات اسطورية. الخيار اللي بعده شو راح يعطونا بالخيار اللي بعده؟ رقصة اسطورية. نعم اصدقائي انها رقصة خرافية. طيب هاي هي الرقصة مثل ما انتم شايفين, خلونا نعيد الرقصة وناخذها بشكل اوضح. شوفوا من هون الرقصة كيف بياخذ اول شيء سكار القرش بايده والله شيء رهيب, بعدين بقول لك تعال كم بيبي. والله شيء فعلا اسطوري, هذه هي الرقصة تبعه عن جد. هذا السكن يعني اتوقع الان فهمتوا ليش انا حكيت علي ليش علي عمر قال هذا سكن راح يقضي على مسيره سكار التيتان, فعلا راح يقضي على مسيره سكار التيتان. طيب خلونا نبدا نطوره, طبعا بنحتاج هدول التوكن عشان نطوره. ولكن اصدقائي قبل ما تشتريوا هدول التوكن في عندي لكم طريقه خرافيه تجيبوا فيها التوكن من غير ما يعني تصرفوا جواهر كتير. شو هي هذه الطريقه؟ راح نروح على المتجر مع بعض ونشوف الطريقه. طيب في عندنا هون مثل ما انتم شايفين في عندنا خيارين للتوكن, تقدر تشتري التوكن ب 10 جواهر, وبتقدر كمان انه انت يعني تجيب التوكن عن طريق البكجات. في عندنا هاي البكجات الزرق, سعر البكج الواحد 40 جوهر, فانا بنصحكم تشتريه ب 10 جواهر, بنصحكم تجيبه ب 40 جوهرة من البكجات. ليش طيب علي عمر بالبكجات؟ لانه البكجات في عندنا ارخص شيء, يعني اقل شيء ممكن تحصل عليه, واللي هو يعني هذه اكبر خسارة, هي 3 توكن. يعني التوكن الواحد ب 10 جواهر, لو اشتريت البكج ب 40 جوهرة وطلع لك اقل شيء واللي هو 3 توكن, انت بتكون خسرت 10 جواهر فقط. طيب ولكن الشيء الاسطوري, لا تنسوا انه في عندنا 4 توكن, في عندنا 5 توكن و6 توكن, وفي عندنا لل10 توكن. يعني تخيل لو انت اخذت 40 جوهره وطلع لك 10 توكن, فانت راح تكون وفرت حالك 60 جوهره. راح نجرب باكج واحد, شوفوا هذا الباكج كم راح يطلع لنا فيه. طلع لنا 5 توكن مثل ما انتم شايفين, يعني 5 توكن انا حاليا وفرت حالي 10 جواهر. لو حابب اشتري توكن كل توكن واحد ب 10 جوهره راح ادفع 50 جوهره, ولكن انا اشتريت باكج واحد ب 40 جوهره وطلع لي فيه 5 توكن, يعني وفرت حالي يعني انا صراحة هذا الشيء عملته غلط مرة بالاكي, طورته كنت اشتري هيك يعني بعشرة جواهر, ما كنت افتح بكجات, ولقيت حالي صارف 16000 جوهرة تقريبا على صارف 16000 جوهرة على عشان اطور الاكي, مع انه في ناس طورته ب 10000 جوهرة عن طريق هذه البكجات. طيب نشوف شو راح يطلع لنا بالبكجات الان مع بعض يا اصدقائي. في عندنا 7 بكج, والله في عندنا شيء اسطوري, بيطلع لك 7 بيطلع لك 10 بيطلع لك, شوفوا عندنا هون طلع لنا 10 وطلع لنا 7 و5 و4, يعني حتى الثلاثة قليلة تطلع لك 6 5 6, والله شيء رهيب. طيب كمان 10 بكجات اللي بعدها ونشوف. يلا على السريع الان نفتح البكجات مع بعض. فانا عن جد بنصحكم بهذه الطريقه, لا تروحوا تشتريوا يعني التوكن تبعه كل توكن ب 10 جواهر, والله حرام راح تصرفوا جواهر كثير عشان تطوروا الاكي. هذا الشيء صار معي يعني عن تجربه, انا بكل صراحه اول ما دخلت يعني اول ما نزل الاكي بوقتها كنت نايم اوكي, صحيت من النوم على اتصال واحد صديقي بيقول لي علي بسرعه لسه نايم انت اصحى نزلوا الاي كي. انا كنت بنتظر الاي كي قبل ايام تنزلوه, وقال لي علي اصحى نزلوا الاي كي روح صور عليه فيديو كذا. صحيت دخلت على اللعبه ما بعرف شو القصه, يعني قلت اوكي طيب هذا التوكن كان اول مره يعني تقريبا بينزلوا سلاح بيتطور, فما بعرف انه انت ممكن انك تشتري
يعني ممكن تشتري باكجات وهي الباكجات ممكن يطلع لك فيها توكن اكثر وهيك. فقلت يلا رح اشتري. رحت لعند التطوير يقولوا لي اوكي بتحتاج مثلا 60 توكن عشان تطور لليفل 3. بضغط على 60 توكن 600 جوهره وبدفع 600 جوهره وبطور. لقيت حالي دافع عن جد 15000 جوهر عشان اطور الحكايه. وبعدها على البث المباشر على النونو لايف فاز معي حدا من المتابعين وعملت مسابقه على الاكي. قلت لي راح يفوز من المتابعين راح اخذ حسابه على البث المباشر واحرق له. اكيد شفتوا الفيديو بالملخصات واطور له الاكي ماكس يا اصدقائي. فبوقتها لما طورت الاكي ماكس اشتريت باكجات بهذه الطريقه وكلفني الاكي تقريبا 12000 جوهره او شيء مثل هذا وقدرت ان انا اطور له يا ماكس. بالعكس انه انا بحسابي كلفني 15-16000 جوهره يعني 4000 5000 جوهره زياده. هذول انت قادر تشتري فيهم يعني قادر توفر 50 دولار على حالك. طيب نشوف الان شوف التوكن نشوف التوكن كم توكن صار عندنا للاكي. اتوقع هون ما بيبين التوكن عند الملابس اصدقائي. فطيب لازم نشوف التوكن من عند السلاح بتوقع. خلونا نروح لعند السلاح نشوف كم توكن صار عندنا. اوكي صار عندنا 1249 توكن مثل ما انتم شايفين. نحتاج 30 جوهره عشان نطوره للليفل 2. فطيب خلونا نقول اوكي وهي 30 جوهره ونطوره الان للليفل 2. السلاح عندنا سكار صار ليفل 2 مثل ما انتم شايفين. اوكي والله شيء اسطوري يعني نفس الشكل. ولكن لما بتيجي بتطور شوفوا الان نحتاج 60 توكن عشان تطوروا الليفل 3. شيء اسطوري لما بتطوروا شوفوا كيف بيطلع شيء رهيب مثل الاكي. كمان هذا لازم ناخذ له يا الله يقطع شكلك. طيب ناخذ سكرين شوت. او ماي جاد والله ايش السكرين شوت بس بعت لي هو. طيب الان ليفل 4 يا اصدقائي بنحتاج 120 توكن وهي الليفل 4 وهيك طورنا السلاح لليفل 4. هون عطونا الخاصيه هاي لما بتطلق على الاعداء وكذا بيطلع يعني الطلق فيه تاثيرات. طيب الليفل 5 ليفل 5 بنحتاج 240 توكن وهي 240 توكن يا اصدقائي وهيك طورناها لليفل 5 وصاروا يعطونا هذا التاثير لما يطلع الطلق. واعطونا هذا كمان شيء ثاني انه لما تجلد حدا بتطلع روحه مثل قرش حمراء شيء فعلا رهيب. طيب اخذت خلص سكرينات كثير. طيب نشوف الليفل 6 بنحتاج 400 توكن باقي عندي 800 بس وهي 400 توكن وهيك طورنا سكن لليفل 6 مثل ما انتم شايفين صار شكله تطور اكثر وصار فعلا رهيب. اوكي طيب باقي عندنا الان الليفل 7 يا اصدقائي. الليفل 7 بنحتاج 600 توكن وانا عندي فقط 399 يعني بنقصنا تقريبا 201 توكن. يلا خلونا نرجع نشحن 1000 جوهره نجرب 1000 جوهره. ال1000 جوهره راح يجيبوا لنا تقريبا 30 باكج ان شاء الله بنقدر نحصل فيهم على هدول التوكن وبنقدر انه نحن نطور. طيب نرجع مره ثانيه عند الباكجات وهي كمان 10 باكجات 400 جوهره يا اصدقائي. اوكي طلع لنا 10 ب 10 والله حظ اسطوري. طيب كمان مره ثانيه ناخذ 10 باكجات 400 جوهره وكمان اعطونا 10 مره ثانيه والله شيء رهيب. شفتوا هذا هو الشيء اللي انا كنت حاب اوصلكم اياه يعني بتحصل على 10 توكن متوفر حالك 60 جوهره في كل مره يعني. طيب الان راح نشوف كم توكن صار عندنا. صار باقي 63 باقي 27 توكن فقط 37 توكن. يلا هي 500 جوهره راح نشتري فيهم 500 جوهره ما راح اشتري 10 باكجات. بنحتاج نحن 37 توكن اصدقائي. طيب نروح مره ثانيه لعند المتجر وناخذ 3 توكن نجرب 3 توكن شوف كم راح يطلع لنا. طلع لنا 3 ب 3 اوكي طلع لنا 16 توكن ونحن بنحتاج 37 فبنحتاج كمان 21 توكن تقريبا. اوكي 9 نحتاج 11 والله ما اتوقع هيك جبناهم. رح نجيب باكجين بزياده نحن. اوكي هيك عشان يكون بزياده ما نرجع مره ثانيه للمتجر. فاتوقع هيك نحن وصلنا للهدف. اوكي صار عندنا 606 وهيك بنقدر نطور الاكي ماكس لليفل 7 يا اصدقائي. وهي طورنا الاكي او ماي جاد ماكس يا اصدقائي ماكس الاكي. علي عمر ركز يا علي عمر هذا سكار. طيب اسف اصدقائي والله عن جد من كثر تذكرت موقف يوم ما انا كمان طورت الاكي ماكس صار نفس اوكي طيب خلص اصدقائي سكار. طيب هيك طورنا سكار القرش ماكس. طيب انا من بدايه الفيديو وانا احكي اكي اصدقائي ولا مره واحده قلتها غلط ان شاء الله ما تكون من بدايه الفيديو والله راح الفيديو كله. المهم اعذروني اذا حكيتها من بدايه الفيديو اكي فوالله راح تفكيري لعند الاكي. طيب هذه هي الرقصه تبعه رقصه سكار مثل ما انتم شايفين الرقصه الاسطوريه تبع سكار شيء فعلا اسطوري. خلونا نجيب سكار كمان مش الاكي سكار ها حكيت سكار حكيتها صح. طيب هي جبنا كمان سكار للوب بس بتوقع السكن لازم نغيره لازم نجيب شيء لون مختلف لانه كريمنال احمر مع سكار احمر طالع هيك. اوكي هيك بين سكن اكثر. نجرب الان الرقصه يا اصدقائي شوفوا الرقصه الاسطوريه او ماي جاد والله شيء رهيب. طيب هذه هي الرقصه تبعه وشوف كم بيبي.
تعال اجلدك، تحس يقول لك تعال اجلدك مره ثانيه. اصدقائي شوفوا يعني بيتجمع، بيحط ايده هيك بيتجمع السكار كله في ايده، بعدها بقول لك كم بيبي. والله شيء فعلا اسطوري. طيب الان لازم ندخل التريننج يا اصدقائي ونروح نجرب السلاح بالتريننج. طيب اول شيء لا تضحكوا علي. والله لعبي صاير عن جد شيء جولد بمعنى الكلمه يا اصدقائي. تخيلوا انه يا شباب انا رحت على اساس كان لعبي اوكي شويه، يعني كان لعبي عادي بالتليفون، قلت راح اصير العب بي سي عشان اصير محترف في البي سي. رحت العب بي سي صرت نوب بالبي سي ونوب بالتليفون، حتى بالتليفون ما عاد اعرف العب وبالبي سي ما عاد اعرف العب. والله خربت خربت حالي كل شيء. طيب يلا خلونا نجيب الهات، فعادي جدا يعني نحن رح ندخل نجرب اصدقائي، انا مش داخل اصور لكم لقطات جلد، فعادي اذا شفتوني انجلدت. ما جبت لقطه اسطوريه، شفتوني بركض والسلاح بايدي وطيح واحد بفنشه مع انه ما في تفنيش بالتدريب، عادي جدا لا تضحكوا على الموضوع، خذوا الموضوع بروح رياضيه. طيب يلا هذول كمان تبع الدم، وخلونا نجيب كمان الفطر ونجيب تطويرات الدرع وكمان نجيب شنطه تري. طيب يلا هيك جبنا كل شيء وليتس جو يا اصدقائي، خلونا ندخل ساحه التدريب ونجيب اول فريسه. شوفوا الحركه، والله مش عارف اتحرك بجد. يلا شوف اول واحد، مين اول واحد راح يبلع بالسكار؟ اول واحد راح يبلع بالسكار هو هذا. تعال ما في اوه هيد شوت كفو. طيب شوف هذا، ركزوا ركزوا معي لما بيموت كيف بيصير، شوفوا بتطلع القرش، والله شيء اسطوري اسطوري عن جد. يلا ابلع ابلع يا صديقي ابلع ابلع، شوفوا شوفوا والله شيء رهيب القرش اللي بتطلع. تعال انت كمان ابلع، هذا شو بتعمل انت يا صديقي شو بتعمل؟ تعال ابلع. يلا خلاص اخر هيد شوت واتوقع بكفي للان يا اصدقائي، هيك جربنا ابو سكار وعرفنا كل شيء. صراحه شيء فعلا رهيب لما بتجلد حدا كيف بيطلع الشريط فوق باسمك، كيف لما بيطلع جثته هيك مثل قرش، كيف لما بتطلق بيطلع الطلق بتاثير لون احمر، شيء اسطوري، وكمان مثل اسنان القرش، فعن جد كمان شكليا فعلا شيء رهيب. بجد ما توقعت انه فري فاير يعني انه جارينا ترجع تنزل اشياء اسطوريه مثل زمان. اخر 3 شهور او 4 شهور شركه جارينا قاعده تصدمنا كل يوم بشيء اسطوري عن جد. طيب نشوف الان سكار التيتان، والله يا سكار التيتان انت من افضل السكنات بالنسبه لي، ولكن يا حبيبي والله الموضوع مش بيدي. خلص قضولك على مسيرتك. طيب خلونا نقارن الان بين سكار التيتان وبين سكار القرش واللي هو جديد. طيب شو الفرق بيناتهم وليش سكار جديد افضل من سكار التيتان؟ طبعا بالنسبه للخاصيه كلكم تعرفوا سكار التيتان فيه دمج واحد زايد وفيه سرعه الطلق 2 زايد، اوكي هذا الشيء كلنا نحن بنعرفه. طيب شو هو الشيء اللي بيختلف بهذا سكار جديد سكار القرش؟ عندنا هون كمان الدمج واحد زايد وكمان سرعه الطلق 2 زايد، لاحظتوا انه ما في اختلاف صح، ولكن الاختلاف بسيط جدا، راح احكي لكم شو هو الاختلاف. طبعا هون كل بساطة في عنا بسكار تيتان في عنا المجازين واحد ناقص اللي هو المخزن واحد ناقص يا اصدقائي. طيب في عنا بالنسبة هذا سكار، بالنسبة لسكار القرش الجديد شو في عندنا؟ العيب في عنا اعادة تعبئة المخزن واحد ناقص.
طيب اكيد اكيد مش لانه عاده تعبت المخزن واحد ناقص رح اقول لكم سكار جديد هو الافضل. بالنسبه للمميزات هم نفس المميزات، بالنسبه للعيوب فهم اثنين ما فيهم عيوب. كيف علي عمر اثنين ما فيهم عيوب؟ راح اشرح لكم بكل بساطه. هذول هم الاسلحه، هم بعيده مدى، يعني سلاح بعيد مدى. سلاح بعيد مدى المخزن مش مهم فيه، لانه انت لما تكون مشبك من بعيد حتى لو خلص المخزن بتقدر تاخذ كفر ترجع تعبي مخزنك، حتى لو اعاده تعبئه المخزن بطيئه بتقدر تاخذ كفر او اي شيء وترجع تعبي مخزنك، وهذا الشيء ما راح ياثر عليك باللعب. ولكن باسلحه قريبه المدى طبعا هذا الشيء يعتبر من العيوب، لانه انت يمكن تكون بفايت يعني ضد واحد قريبين كثير على بعض، واذا مخزنك كان يعني السكن تبعك فيه مخزن قليل فراح يعني يخلص المخزن وخصمك راح يجلدك بكل سهوله، او اذا كان عندك عيب اعاده تعبئه المخزن واحد ناقص سكين تبعك يعني خصمك رح يقدر يجلدك، فهذا يعتبر فهذا الشيء يعتبر من العيوب. اما باسلحه بعيده المدى هذا الشيء يعتبر فعلا يعني مش عيب ابدا. طيب بالنسبه للخاصيات فهم نفس الشيء اصدقائي، يعني دمج واحد زايد، اعاده يعني سرعه الطلق 2 زايد، اعاده تعبئه المخزن والمجازين المخزن ما يعتبر من العيوب، ففيهم هم اثنين مميزات فقط، وهذه المميزات نفس الشيء. ولكن ليش انا حكيت سكار القرش، سكار القرش الجديد هو افضل من سكار التيتان؟ بكل ببساطه سكار التيتان يعني اوكي لما بتجلد حدا بيطلع اسمك بشريط وهيك، ولكن سكار التيتان لما بتضرب حدا ما بيطلع تاثير بالطلق، لما بتضرب حدا ما بيطلع تاثير على جسم العدو مثل تبع اسماك القرش، لما بتجلد حدا ما بيطلع اسمك بتاثير وبشريط احمر، لما يعني بتجلد حدا ما بتتحول لجثته لقرش، لما انت يعني بسكار التيتان ما بيكون في عندك رقصه خاصه بسكار التيتان. بالنسبه للشكل، شكل سكار القرش افضل من شكل سكن سكار التيتان، اشياء كثير يا اصدقائي هذا السكن هو افضل فيها من سكار التيتان. طيب راح اعطيكم، انتوا راح تقولوا علي عمر انت قاعد بتدور يعني قاعد يعني بتسال على الرقصات والمظاهر والاشياء هاي، طيب راح احكي لكم على شيء بالخاصيات. شيء بالخاصيات سكار الجديد هو اقوى فيه بس من سكار التيتان بكتير. طيب شو هذا الشيء؟ سكار الجديد اذا طورته لليفل 6 راح تقدر انه انت يعني تكسر درع وخودة خصمك بشكل اقوى من سكار التيتان. طيب يعني هاي جبت لكم شيء اتوقع مفروض ما عاد نتناقش بعد هيك على هذا الموضوع. فعن جد اللي عنده جواهر واللي بيشحن جواهر بنصحك تجيب هذا السكار، لانه هذا السكار بعد 45 يوم راح يشيلوه من الحاضنه تبعه، فبعد 45 يوم راح يكون متوفر فقط لعند اللاعبين، راح يصير شيء نادر. وفعلا انا بحكي لكم من الان راح تندموا اللي بيشحنوا، اذا ما جبتوه راح تندموا بعدين. عن جد مثل سكار التيتان اللي ما جابوه بوقتها، وانا حنصحتكم انكم تجيبوه، في ناس كتير ما جابت وقالوا لي لا سكن خايس وبعدها ندموا. فعن جد انا بنصحكم اي شخص بيشحن بيقدر انه يشحن لا يفوت عليه هذا العرض. يا اخي انت مش لازم تطوره ماكس، جيبه الان عندك، ما راح يكلفك 1000 جوهره تقريبا، جيبه عندك بالحساب وبعدين لا تطوره الان ماكس لانه غالي، استنى لما ينزل متجر تخفيضات، لما يعملوا تخفيضات على اي شيء راح تقدر تشتري البكجات بدل من 40 جوهره تقدر تشتريها ب 10 جوهر او بسعر اقل بكثير، وبوقتها بتقدر انه انت كل ما يصير عندك شويه جوهر تشتري بكجات وتطوره شوي تطوره شوي ليصير عندك ماكس. ولكن اهم شيء انك تضمن هذا السكن الان بحسابك، والتطوير حتى لو طورته بعد سنه عادي ما في اي مشكله. فعن جد عجبني هذا السكن كتير ويستحق الشراء، تقييمي له 10 من 10 صراحة، ما لقيت عيب أحكي بهذا السكن. فطيب أصدقائي هذا هو كان سكن سكار القرش الجديد، وهذا هو كان الفيديو تبعنا لليوم. فبتمنى هذا الفيديو يكون عن جد نال إعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. أصدقائي اللي لسه ما بيتابعني على الانستغرام عن جد حرام ما يتابعني، روحوا تابعوني، حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. يوميا قاعد أنزل كل ستوري 3-4 أكواد في ستوري، اليوم راح أنزل وبكره رح ننزل اكواد في ستوريات كتير، فلسه مش متابعني يروح يتابعني على الانستغرام. وكمان اليوم رح نوزع اكواد بشكل رهيب على البث المباشر على تطبيق نونو لايف، للي لسه ما عنده تطبيق نونو لايف يروح يحمله من جوجل بلاي او من الاب ستور او عن طريق الروابط اللي رح تلاقوها تحت في صندوق الوصف. حمل نونو لايف ورح تلاقي الاي دي تبعي، ابحث عني بالاي دي 10 20 30، رح تلاقي حسابي تبعني وانتظر البطوط المباشره اللي بتكون بشكل يومي على هذا التطبيق. طيب اصدقائي كل الروابط اللي ذكرتها لكم راح تلاقوها موجوده تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. ولايك بنكون وصلنا نهايه هذا الفيديو حبايب قلبي، فكان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.